يحرص الكثير من الأشخاص على زيارة أفراد عائلاتهم في العيد وبعد المناسبات المختلفة، ولكن بعض التصرفات من أحد الأشخاص عند إحدى هذه الزيارات ممكن تخليهم يشعرون بالإحراج أو بالانزعاج من الآخرين. عشان نتجنب هذا الشيء وبالفعل باقتراب حلول عيد الأضحى، يجب معرفة إتيكيت المعايدة في العيد. نتعرف عليها أكثر مع المستشارة في الإتيكيت دكتورة سلام سليم. صبحت الله بالخير دكتورة. صباح النور، نورتينا. دكتورة، في البداية، ما أهمية بالفعل وجود قواعد للإتيكيت في المعايدة وأيضا الزيارات في الأعياد؟ وجود قواعد بتسهل علينا أكثر التواصل الجيد مع الآخرين، وكلنا لما نتواصل مع الناس الآخرين غايتنا نبني أواصر متينة من العلاقات. هالأواصر المتينة من العلاقات لتستمر لازم يكون في إلى قواعد تحدد المقبول والمسموح، وبالتالي تخلي يكون دفع أكثر لتستمر هالعلاقات، مش نعمل تصرفات غير جيدة، بالتالي الآخرين يكون عندهم هم يتخلصوا من هاللقاء معنا لأنه في حدود قطعناها أو تخطيناها. أكيد، يعني دكتورة سلام، إحنا بعض الأحيان في هاي الزيارات نتصرف بشكل عفوي فممكن يسبب لنا الإحراج، بالتالي متى بالفعل الأوقات المناسبة في مثل هاي المناسبات وخاصة الأعياد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى؟ نعم عزيزتي، زيارات العيد مقسومة لنوعين. النوع اللي بيكون مع الدائرة الصغرى للأفراد، يعني العائلة بتزور بعضها، ونوع مع الدائرة الكبرى للعلاقات يلي هي العائلات عم بتزور معارف وأصدقاء. بكل الحالتين لازم يكون في حدود لحتى نلتزم فيه، ولكن لما ناخذ راحتنا بزياره العائله الصغرى، يعني اذا عائله راحت على بيت الاب ولا بيت الجد، فبالتالي رح يكونوا مرتاحين اكثر بعلاقتهم او بزيارتهم، وبنحسهم شوي على راحتهم، ما في فورماليه او ما في رسميات. ولكن مجرد ما نروح على بيت صديق او بيت حدا من معارفنا، ان كان علاقتنا فيهم قويه ولا لا، لازم يكون في نعرف انه نحن مش رايحين على بيتنا، ببيتك بتكون مرتاح، لما تروح على بيت الاخرين بدك تلتزم بحدود رسميه التعاطي مع الاخرين. اكثر الاغلاط اللي بنشوفها انه الناس بيعتبروا انه لما يروحوا على الناس بيعرفوهم او بحبوهم بيتصرفوا كانه ببيتهم وعلى راحتهم. كثير حلو، ولكن بالاعياد او بالمطلق ان جنرال بيتك لك تصرف على راحتك، بيت امك اتسترا، ولكن بيت الاصحاب والمعارف خلي يكون في شويه رسميه، هيك بتنبنى العلاقه اكثر وما بيكون في تقل من الانسان، يعني ما بحس الاخر انه ما يثقل على الناس الثانيه. صحيح، فهذا المطلق. اكيد. طيب دكتوره سلام، اكيد انت تتفقين معي موضوع المعايده او العيديه، شو هي الطرق اللي المعايده اللي ممكن يعيد فيها الاطفال والكبار لكن باتباع قواعد الاتيكيت؟ انا بحب العيديه وكلنا بنحب العيديه، فرحه الاخر لما يتلقى شيء بتفرح الكبير اللي عم بيعطي العيديه واللي عم يتلقيها، فالعيديه جيده من التقاليد الموجوده بعالمنا العربي وبتمنى الكل يحافظوا عليها. صحيح ممكن الولد ما يكون يعرف قيمه المال، ولكن البالغ لما يعطي هو بحس بشعور الفرح، والصغير يحس بهالشعور، لذلك حلو نحرص عليها، ولكن حلو يكون في اذا بدكم نوع من التوحيد لهذه المعايده، يعني اذا جدي عم بتعيد احفادها خلي المعايده تكون موحده للجميع، مش ابن هالفلان بنعطيه مبلغ والابن الاخر بنعطيه مبلغ ثاني. وحدوا العيديه يكون بشكل متساوي، لانه الكل بيعرف بعض وكل الاطفال بيحكوا لبعض، وولد يعرف انه اخذ من الاقل من الولد الاخر حيزعل، فبالتالي اذا بدنا نعطي عيديه مصاري للاطفال خلي العيديه تكون موحده على الاقل لفئه عمريه محدده، يعني يكونوا متساويين، يعني باللي فئه عمريه وحده يكونوا نفس المبلغ، اللي اكبر بالعمر كمان نفس المبلغ، هيك حتى ما نخلي يكون في انزعاج او مشاكل مع الاطفال. ولكن في ايضا بعض الاشخاص بياخذوا هدايا مش بس للاولاد، يعني حدا بيروح زياره عن الناس بياخذ معه هديه على العيد. هلا عاده صح. نعم. مش مبلغ مالي، بيكون هدية. هدية ممكن للأطفال، ممكن الهدية إذا كانوا أقل من 5 سنين أو 4 سنين ما بيعرفوا قيمة المال ممكن نعطيهم هدية، ولكن الطفل اللي بيعرف قيمة المال ويتعود على هالعادة إنه في عاداتنا بتراثنا بنعطيك مصاري على العيد، حلو نبلش نعطيها وإن كان بمبلغ صغير من الفلوس، ولكن الغاية من العيدية أو الهدية بالعيد هي إدخال البهجة والفرح على الأطفال حتى يعرفوا معنى العيد، يعرفوا إنه العيد مرتبط بجمعة العائلة، العيد مرتبط بمأكولات محددة، العيد مرتبط أيضا بهدية رح أخذها، والعيد مرتبط كمان بملابس جديدة، ففرحة العيد بتتم بكل هالوسائل، وحلو نحافظ عليها حتى يحس الولد او الطفل انه في فرق بين هالنهار العادي وهالنهار التالي، فبالتالي العيديه جميله، خلينا نحصل عليها اما ان كانت نقديه ولا ماليه.
تمام. وبالتالي دكتورة سلام، طب لو شخص مثلا رايح بيت عائلة معينة لازم يجيب للكل هدايا ولا ممكن انه ينوع؟ يعني البعض يعطيهم عيديات مبالغ مالية او نقدية، والبعض الاخر عيديات او ممكن هدايا عفوا، هل ممكن يكون هذا مخالف لقواعد الاتيكيت ولا ممكن يصير؟ ممكن يصير. هلا بالاتيكيت مش بالعرف، مش كل زيارة بتروحي تعمليها لحدا بالعيد بتاخذي معك هدية. صح. يعني يمكن انا اروح لبيت فلان وفلان ما اخذ معهم هدايا، ولكن اذا بعرف عندهم اطفال صغار بالعمر حلو اعطيهم فلوس. هلا فيني اعطي فلوس وفيني اعطي هديه حسب امكانيات الشخص، ولكن دائما الفلوس او المصاري بتكون او الفلوس اخف بالحمل، يعني ما مش اسهل اسهل، فبالتالي ما في مشكله الواحد يعطي اولاد الاخرين بالعيد هديه، ما في مشكله، القرار بيكون له. ولكن هل منعطي العائلات هديه؟ يعني انا اذا رحت زياره على هالعائله هل لازم اخذ لها هديه؟ بعاداتنا مش الكل بناخذ لهم كادويات، مش الكل بناخذ لهم هدايا، اكثر الهدايا اللي ممكن ناخذها هي حلويات العيد او تشوكلتس او اشياء بتضاين، بناخذها يمكن لبيت الاهل او لبيت الاقارب اذا كانه هديه العيد، وممكن ناخذ هديه العيد لبالغين او عند زياراتنا لعائلات اذا كان في جميل او معروف بدنا نرده للاخرين. اوكي حلو. يعني فهذا هو الوقت المناسب، هذا الشخص عملنا معروف او عملنا خدمه او عملنا جميل وبدي رد له اياها، ما عارفه كيف بدي اقول له ثانك يو على هالخدمه اللي عملت لي اياها او على هالمعروف اللي اعطيتني اياه، بعتبر دائما بالاتيكيت انه اي مناسبه عيدي بيوصل ممكن يكون باب لحتى اخذ له هديه اعيده واعطيها الهديه كرد للجميل اللي عمل لي اياه. فهون ممكن تكون الهدايا بين الاشخاص يلي ما بتربطني فيهم علاقه كثير قويه، يعني يمكن تاخذي لوالدتك على بيتها او لاختك، ولكن الاشخاص يلي ممكن عيدهم من دون ما نروح لعندهم ممكن نعتبر العيد هو مدخل لحتى اروح زورهم واعطيهم هديه شكر. يعني مثل ما ذكرتي دكتوره تعتمد على الهدف او الفكره. صحيح. طب نتكلم عن شيء مهم جدا اللي هي الضيافه. نعم. تقديم الطعام، طرق واتيكيت نقول وقواعد اتيكيت تقديم الطعام والضيافه وبالتحديد في مناسبه العيد. نعم نعم. بالاتيكيت عاده مده الزياره بتحدد نوع الماكولات اللي بدي اقدمها. تمام. الزياره نص ساعه بيكفي فنجان قهوه مع حبه تمر او حبه تشوكلت. الزياره اكثر من نص ساعه بده يكون في شيء تسالي موجود على الطاوله لحتى يتسلى الضيف، ممكن اعطيه كيك، ممكن اعطيه عصير. الزياره اكثر من ساعه ساعتين بده يكون في اكثر من هيك نوع ضيافه، لانه الضيف هو قاعد لفتره طويله بده يمرق عليه اكل. فبالتالي اذا رحنا عند ناس زياره على العيد وهالناس خبرونا انه تعوا لعنا على العيد رح نقضي النهار العيد مع بعض، ما بيكفي بس نقدم ضيافة العيد من حلويات وتمور وإلى ما هنالك، صار لازم الضيافة ويمكن يلحقوا غدا أو عشاء حسب مدة القعدة عند الضيف. ولكن بالعيد بما أنه في ناس كتير بتجي وبتظهر من المجلس اللي عنا، يعني ما بيكون محصور، يعني بيكون البيت كأنه مفتوح لح يجوا ضيوف ويروحوا ضيوف، لازم تكون الهدية جاهزة، والهدية حسب نوع الحلوى المطلوب بالبلد لازم تكون الحلوى جاهزه للضيف، يعني الضيف حتى لو بده يمرق مرحبا خمس دقائق يسلم علينا لازم يكون في ضيافه حقيقيه جاهزه، محضرينها بالصحون تاعتها، مزينينها، مزوقينها الى ما هنالك. فبالتالي جميل. حسب مده قعدته، ولكن ضيافه العيد واجبه على الجميع. اكيد. طيب دكتوره سلام، شو الاخطاء اللي ممكن نقع فيها في مثل هاي المناسبات وهذه الزيارات العائليه؟ اكثر الاخطاء اللي بنشوفها هي انه مثل ما تفضلتي حضرتك باول اللقاء، الشخص بيقعد بالبيت كانه بيت بيته، هو يمكن ما يكون البيت بيته، فبده يعمل شويه اتزان لطريقه تصرفه. النقطه الثانيه هي عند ضيافه العيد في بعض الاشخاص ما بيعرفوا حدودهم وما بياخذوا بس ضيافتهم، بياخذوا ضيافه ولابن الثاني اللي صح ما اجى، ولجوز اللي ما للعائله كلها بنلاقيه عم بقيم ويحط، هيدي خطا بالاتيكيت، انا عم ضيفك لإلك، واذا قلت لك فيكي تاخذي للاطفال او لحدا تاخذي، بس اذا ما قلت لك ما لازم تاخذي. من الاخطاء انه في بعض الحلويات يلي بنضيفها بالعيد ما بتكون مغلفه. ايوه فعلا، مثل الكوكيز والبيتي فور. صح. والمعمول والى ما هنالك، هيدول ما قلنا الحق بالاتيكيت اقدر هاي، لا هيدي ما عجبتني باخذ الثانية، هيدي ما عجبتني باخذ الثالثة، مش اقعد اتلمس في الكل وبعدين اختار اللي انا اباها. لا ابدا، ولا حتى التمر، هيدي حبيتها لا هيدي بمسكها بايدي. أوكي. ممنوع اللمس، متنافي مع الاتيكيت. تمام. في قاعدة بالاتيكيت بنقول تاتش موف، حطيتي ايدك عليها بدك تاخذيها، فبالتالي خاصة المأكولات يلي مش مغلفة، تمام، المكشوفة، المكشوفة ممنوع تحطي ايدك تلمسي المأكولات كلياتها لتنقي اللي انت عاجبتك حسب الملمس او بتلاقي قطعة الحلو، قطعة التمر خلاص اللي حطيت ايدي عليها اخذها بدك تاخذيها. هاي من الاخطاء اللي بنشوفها. من الاخطاء اللي بنشوفها الاهل يلي بياخذوا معهم عيال، اولاد او اطفال،
ولكن بينسوا انه لازم يهتموا كمان باطفالهم عند زياره الاخرين. بنلاقي الاطفال عم تلعب من دون ورايحين في كل مكان في البيت من دون رقيب، والبيت عم بيسرح والاطفال عم تسرح. فبالتالي حتى عند زياراتنا لازم يكون حرصنا على مراقبه اطفالنا اكثر من لما نكون بالبيت، ونقدر نشرح للطفل انه نحن رايحين زياره عند فلان، مطلوب منك تقعد 1 2 3 4 5. فضبط الاطفال خارج منازلهم من مسؤوليه الاهل، مش البيت اللي رايحين عليه. فعلا يعني بالفعل جميل جدا دكتوره سلام نتعرف على قواعد الاتيكيت عشان نتجنب الاحراج اللي ممكن بعض التصرفات سواء من الكبار من البالغين او من الاطفال ممكن تصير في مثل هاي المناسبات السعيده. المستشاره في الاتيكيت دكتوره سلام سليم، شكرا لك، يعطيك العافيه، نورتينا دكتوره، يعطيك العافيه.